ضم مسلح. يعني انا بقول لك التفاصيل التفاصيل. فلقينا الدكتور عبد الهادي مخلوف بيقول لنا خشوا المستشار طالبكم. هو شافنا احنا الاثنين نعم مع بعض فطلبنا احنا الاثنين. هو في العاده كان يطلب نعم واحد ماهر ماهر اللي هو الاقدم ماهر مستشار وانا سكرتير تاني ولا تالت. نعم في وقتها كنت سكرتير تالت وماهر مستشار فارق كبير في في الوظيفه والمسؤوليه. رحت رحنا دخلنا مكتب صغير انيق لانها كان قلع الجاكيت بتاعته علقها وحطت رجله على الكرسي بتاعه اللي بيقعد عليه الكرسي من اللي هو بيتلف. نعم. وقال له يا ماهر المظروف ده مقفول تبعته للدكتور اشرف غربال دلوقتي في تلفزيون في ماسبيرو. هو المعني اخذ المهمه بتاعته في 30 سبتمبر دكتور اشرف بانه هو يكون منسق الاعلام المصري والعمل مع العالم الخارجي. وكان ماسك نائب رئيس هيئه الامن القومي ولا كان لا كان مساعد مستشار الامن القومي. وقال له والدكتور اشرف في هذا الاجتماع ومكتوب في الكتاب بيقول طيب احنا اذا كنا هنعمل عمل عسكري يجب ان يصحبه عمل دبلوماسي سياسي بطرح واطروحات سياسيه حتى نقنع العالم بما نفعل. نعم نقنع العالم بما نفعل وبالتالي خطة. ازاي نعمل خطه سياسيه نطرحها اللي هي بدات بعد ذلك في مراسلات حافظ اسماعيل مع كيسنجر ان مصر عاوزه ايه من القصه دي كلها. واللي قاله الرئيس السادات يوم 15 اكتوبر في مجلس الشعب. فخد الظرف ده روح للدكتور اشرف غربال. لا مش ما تروحش ابعت الظرف ده للدكتور اشرف غربال ما يفتحوش الا الساعه 1:30 ويذيع محتوياته. قال له محتوياته ايه يا فندم؟ قال له محتوياته انه قامت اسرائيل بعمليات ضد القوات المسلحه المصريه في البحر الاحمر وقامت مصر بالرد عليها ساعة 1330 اليوم برد شامل على كل الجبهة. فأحمد ماهر برضو لأنه ساعة 1:30 أيوة أحمد ماهر لأنه ذكي شخصيته يستطيع أن هو ياخد ويدي. قال له وهو العمل العسكري هيبقى إمتى فندم؟ دي أول مرة نسمع هذا الكلام. عن عمل عسكري لا هو عارف خلاص ان في عمل عسكري. الساعه كام؟ قال له الساعه كام يا فندم؟ قال له الساعه 1405. الساعه 2:05. قال له طب وازاي هنزاحها 1:30 قبل؟ فحافظ اسماعيل كده صن لمده ثواني قال له لك حق يزاحها بعد الساعه 2. بعد 2 نقف هنا. ده كان البيان الاول. هنا القاهره جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج. وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة.